السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي مع درس جديد من دروس التاريخ الفصل الدراسي الثاني. عندنا درس النهاردة بعنوان حضارة اليونان اللي هي حضارة بلاد الإغريق. في البداية نبتدي نعرفكم إن الإغريق هم السكان الأصليين لبلاد اليونان، كانوا يسكنون بلاد اليونان وجزيرة قبرص وكريت والمناطق المجاورة لهذه الحضارات. ففي بلاد اليونان بدأت حضارات عظيمة من حضارات تميزت بالعلم والتقدم، كانت قريبة من حضارات الشرق القديم، قريبة من مصر ومن فينيقيا ومن بلاد العراق، ونشرت الحضارة في كافة أنحاء أوروبا عن طريق جزيرة قبرص وجزيرة كريت. يبقى في البداية كده حضارة اليونان استمدت العلوم والحضارة من حضارات الشرق، الحضارة المصرية والفينيقية وحضارة بلاد العراق، وكانت حلقة الوصل بين حضارة اليونان وحضارة بلاد الشرق هي جزيرة كريت وجزيرة قبرص في البحر المتوسط. حضارات بلاد اليونان عبارة عن مجموعة من المدن المتفرقة التي لم تعرف معنى الوحدة أو التجمع في دولة واحدة، ولكن كانت عبارة عن مدن مستقلة، كل مدينة لها نظام يختلف عن المدينة الأخرى، مثل مدينة أثينا ومدينة سبارتا وجزيرة كريت وبعض الأماكن الأخرى. هنبدأ في الحديث الآن عن الحياة السياسية في مدينة سبارتا. نتكلم عن مدينة سبارتا في الأول. هذه المدينة العسكرية الصارمة التي تميزت بنظام عسكري صارم سيطرت على بلاد الإغريق في فترة ما يقرب من 200 عام حتى سقطت على يد المقدونيين. نظام الحكم في سبارتا كان قائم على انتخاب ملكين، هؤلاء الملكين يتم انتخابهم من أكبر أسرتين في المدينة، يعني المدينة لها ملكين مش ملك واحد، بيتم انتخاب الملكين من أكبر أسرتين في المدينة وبيتم انتخابهم مدى الحياة، يتم انتخابهم من المواطنين الذين تجاوز عمرهم 60 عاما، لازم يكون الملك أو الملكين بتوع سبارتا يكون عدى عمرهم 60 عام وبينتخبوا مرة واحدة في الحياة. يتم انتخابهم مدى الحياة من أكبر أسرتين في المدينة وليهم بعض المهام وهي إعلان الحرب وقيادة الجيش ورئاسة الهيئة القضائية وتقديم المواكب الدينية. يبقى كأساس نظام الحكم قايم على فكرة الملك. هنا هنلاقي اختلاف في مدينة سبارتا، وجود ملكين، كل ملك مسؤول عن إعلان الحرب وقيادة الجيش وهم رؤساء القضاء، يتم انتخابهم من أكبر أسرتين ولازم يكون الملكين دول عمرهم عدى 60 سنة. في مجلس شيوخ بيعاون الملكين في الحكم، بيتكون من 28 عضو، بيضاف لل 28 عضو الملكين، فيبقى مجلس الشيوخ 30 عضو بيتم انتخابهم مدى الحياة من المواطنين الذين بلغوا سن 60 عاما. كل حاجة في السياسة في مدينة سبارتا اللي بيشترك فيها بيكون عدى 60 عام. طب نسأل بقى النقطة دي هنا ليه، أو التعليل إن لازم الملكين يكونوا عدوا 60 سنة، مجلس الشيوخ عدوا 60 سنة، لأن الجيش في سبارتا كان جيش إجباري بيلتحق به كل من هو في سن ال20 ويظل جنديا في الجيش حتى سن ال60. كده احنا فهمنا ليه كل اللي بيشاركوا في الأعمال التطوعية والأعمال السياسية لازم يكون عمرهم عدى ال60، لان الشباب من 20 ل 60 سنه بيتم تجنيدهم في الجيش اجباري، ما بيخرجوش من الجيش الا بعد 60 سنه، بيفضلوا في الجنديه في مدينه سبارتا. عشان كده بتتميز بنظام عسكري صارم جعل هذه المدينه تصمد اكتر من 200 عام. يبقى الملكين تكلمنا عنهم وتكلمنا عن الجيش وسياسته ومجلس الشيوخ. كان في جمعيه شعبيه هي التي تصوت على القوانين اما بالرفض او بالقبول. كان يتكون 5 من الشعب يسمون الرقباء الشعبيون، يتم انتخابهم سنويا وهم ليهم ممارسة سلطة تنفيذية وقضائية، بيراقبوا السلوك والأخلاق ومهمتهم حفظ الأمن داخل المدينة. دي مدينة سبارتا اللي كان نظامها نظام عسكري صارم. طبق هذا النظام في كافة النواحي من أجل إعداد مواطنين قادرين على القتال، وقد انعكس هذا النظام العسكري في التربية في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية. هننتقل إلى مدينة أخرى هي مدينة أثينا. هذه المدينة كانت داخل إقليم أتيكا، عرفت بنظامها الديمقراطي
هذه المدينة تتميز بنظام حكم ديمقراطي. طب فكرة الديمقراطية في أثينا جت منين؟ في الأول كان نظام الحكم ملكي، ثم تحول إلى النظام الأرستقراطي، والأرستقراطيون هم الأغنياء الذين يملكون موارد الدولة الاقتصادية. لما الأغنياء اللي بيملكون موارد الدولة الاقتصادية يصلون للحكم بيسمى حكم أرستقراطي. عندما تولى الأرستقراطيون الحكم أدى ذلك إلى زيادة الفقر في المجتمع، وقام الشعب بالعديد من الثورات ضد هذا النظام، مما اضطر الحكام إلى اقتراح بعض الحلول التي ترضي الشعب، وكان من هذه الحلول هو النظام الديمقراطي. مدينة أثينا توصلت للنظام الديمقراطي على يد ملك يسمى سولون. إصلاحات الملك سولون اللي كان موجود سنة 594 قبل الميلاد، قام هذا الملك بعدة أعمال عظيمة جدا. أول أعمال الملك سولون بدأ يشجع على العمل والإنتاج، قام بتوفير فرص عمل للشباب، قام بإسقاط الديون على غير القادرين، وقام بتحديد حد أقصى للمصروفات على الحفلات الرسمية. واستطاع هذا الملك إن هو يؤسس مدينة عظيمة. يعني الملك لما تولى الحكم أسقط الديون عن كل الشعب، وأمر بتوفير فرص عمل للشباب، وبدأ يشجع على العمل وعلى الإنتاج، لدرجة إن هذا الملك رفض تماما ومنع إقامة أي حفلات تكلف الدولة مصروفات أو أموال. نتيجة لهذه الأعمال الشعب اليوناني، شعب مدينة أثينا، حبوا هذا الملك حبا شديدا، وهو تخلى عن الحكم بإرادته وقرر إن هو يتنازل عن الحكم 10 سنوات. طبعا الشعب في الفترة دي رفض إن الملك العظيم اللي وفر لهم عمل ووفر فرص عمل للشباب وأسقط الديون عن الفقراء إن هو يسيب الحكم، ولكن هو برر ذلك وقال إن أنا كملك علمت الشعب الديمقراطية، لازم أشوف الشعب وهو بيمارس الديمقراطية ديت مع حاكم غيري، يلتزم هذا الحاكم باللي الشعب يفرضه عليه علشان يلغي فكرة الملك المقدس أو الملك الإلهي. وفعلا تنازل الملك عن الحكم لمدة 10 سنوات، وفي ال10 سنين دي سافر لمصر عشان يتعلم من الحضارة المصرية ويستفيد من إنجازاتها، وعاد إلى بلاد اليونان بعد 10 سنوات، وجد أن الشعب في أثينا قد طبق الديمقراطية تطبيقا صحيحا. يعني أصبحت الديمقراطية فكرة وليست مرتبطة بشخص واحد. ده كملك أو اللي يسمى سولون اللي تولى الحكم في أثينا سنة 594 قبل الميلاد. هيتولى الحكم ملك آخر وهو بركليز. بركليز هيتولى الحكم في اليونان سنة 476 قبل الميلاد. في عهد هذا الملك بلغت الديمقراطية قوتها وازدهارها. بركليز كان ينشأ في أسرة غنية، هو كان من الطبقة الأرستقراطية الغنية، وعلى الرغم من ذلك انضم إلى عامة الشعب وتقرب من الفقراء، وكانت إصلاحاته قائمة على مبدأ واحد وهو التربية الاجتماعية، والتعليم هو الأساس للارتقاء بالشعوب. بركليز جاي ببرنامج إصلاحي عنوانه التربية الاجتماعية السليمة والتعليم هو الأساس لارتقاء الشعوب. فبدأ يطبق ويهتم بموضوع التعليم والتربية الاجتماعية في المدارس وفي المدارس المتخصصة للعلوم المختلفة. على الرغم من كل هذه الإصلاحات في أثينا والنظام الديمقراطي اللي الكل بيمدح فيه، إلى إن الديمقراطية في أثينا كان ليها عيوب زي ما كان ليها مميزات. من ضمن عيوب الديمقراطية إن هما كانوا مقتصرين الحقوق الانتخابية والتشريعية على الأحرار فقط، ولا يجوز للعبيد أو الأجانب أو النساء من المشاركة في الديمقراطية والسياسة. يعني من ضمن النقط إن لا يجوز للنساء أو العبيد أو الخدم أو الأجانب المشاركة في الأمور السياسية والتشريعية داخل الدولة، وده من النقط اللي تؤخذ على الديمقراطية الأساسية. كان في بعض التفسيرات إن هو فعلا ما ينفعش أي أحد من العبيد الذي لا يملك حريته أن يحدد نظام دولة كاملة، فكان بيحرمه العبيد من المشاركة في الديمقراطية. في نفس الوقت حرموا النساء من المشاركة في الديمقراطية والسياسة والمشاركة في أي أمر تشريعي داخل الدولة. أما عن مميزات الديمقراطية في أثينا، هذه الديمقراطية أتاحت الفرصة لظهور العديد من المبدعين والمفكرين، وتفوقت أثينا عن كل المدن في الفنون والأدب والعمارة، وظهر الفلاسفة والمفكرين حتى أصبحت هي الرائدة الأولى في كل بلاد اليونان.
يكون في حرية، حرية فكر، حرية تعبير، بيؤدي ذلك إلى وجود مفكرين ومبدعين وفلاسفة ونظريات أدبية وعلمية وتفوق في الفنون. ده كان المدينة الثانية اللي احنا خدناها. هننتقل على العنصر الثاني أو مدينة أخرى بتسمى مدينة مقدونيا. بسبب الحروب اللي كانت بين أثينا وسبارتا، استطاع الملك فيليب الثاني ملك مقدونيا أن يسيطر على كل بلاد اليونان وينتصر على الفرس، ولكنه توفى وتولى الحكم بعده ابنه الإسكندر الأكبر، كان يبلغ من العمر 20 عاما. بدأ في محاربة الفرس في آسيا الصغرى وهزمهم، ثم اتجه للشرق وسيطر على سوريا وعلى مصر وكون إمبراطورية يونانية أو إمبراطورية مقدونية. في الفترة دي كان في بعض التواصل السياسي ما بين مصر وبين اليونانيين. التواصل بيبدأ من الأسرة الفرعونية 26. توططت العلاقات بين مصر واليونان، حيث عمل الجنود اليونانيون كمرتزقة للجيش المصري. في فترة حكم الأسرة 26 المصرية، كان اليونانيون بيعملون كمرتزقة في الجيش المصري. وعندما تمكن الإسكندر الأكبر من الاستيلاء على مصر، قام بمزج الحضارة المصرية القديمة بالحضارة اليونانية فيما عرف باسم الحضارة الهيلينستية. يبقى المقصود بالحضارة الهيلينستية هي مزيج بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية القديمة. اليونانيين بصفة عامة كانوا بيهتموا بأمور الزراعة، كانوا بيقسموا الأرض إلى إقطاعات كبيرة وأرض الأفراد وأراضي للمراعي، اهتموا بتربية الحيوانات، اهتموا بالصناعة زي صناعة السفن وصناعة الزيوت والنبيذ والأواني الفقارية، اهتموا بالتجارة وكانوا بيستوردوا من الخارج الأقمشة والحبوب خصوصا من مصر وسوريا، وكانوا بيصدروا الرخام والمعادن والنبيذ والزيوت. كان في تواصل في الاقتصاد بين مصر وبين اليونانيين. يقول لي إن المدن، بعض المدن اليونانية تم بناؤها في مصر على شكل المدن الفينيقية أو على شكل المدن اليونانية، زي مدينة نقراطيس في محافظة البحيرة. والصناع اليونانيون أتوا إلى مصر وارتقت صناعة الزجاج والأواني الفخارية كما وفد إليها الفنانون. أما بالنسبة للحياة الدينية، فالقاسم المشترك بينهما كان في الحياة الدينية. كل المدن الفينيقية كانوا مشتركين في الحياة الدينية مع بعض. آمنوا بقوة الطبيعة وزعموا أن لكل منها إله يوجهها، واعتقدوا أن الآلهة أسرة واحدة تقيم فوق جبل الأوليمبوس، وجعلوها على صورة بشر. يبقى اليونانيون كانوا بيقدسوا العديد جدا من الآلهة، يقولوا إن الآلهة دي تقيم فوق جبل الأوليمبوس، وكان الآلهة دي ليها صورة من صور البشر زي الإله زيوس، هو كبير الآلهة عند اليونانيين. كانوا بيقيموا له المواكب الجنائزية والأناشيد والقرابين، واعتقدوا كثيرا في السحر. كان في تواصل ديني بين مصر وبين بلاد اليونان. عندما جاء الإسكندر الأكبر إلى مصر، قام بتقديم القرابين للمعبودات المصرية، واتخذ الألقاب الفرعونية، واتخذ شعار قرني الكبش المقدس رمز الإله أمون. أما بالنسبة للحياة الفكرية والثقافية، كان عندهم العديد من الفلاسفة زي سقراط وأفلاطون وأرسطو. كان عندهم شعراء زي الشاعر هرميوس، وشاعر يتحدث عن الشعر الغنائي في الحماس والغزل والرثاء، كان اسمه أرخيليكوس. أما هيرودوت فكان لقب بأبو التاريخ. كان في مؤرخ يسمى بوليبيوس، هو أحد أعظم المؤرخين، كتب كثيرا عن مصر وخاصة في العصر البطلمي، أشهر ما كتبه كتاب في العلم والتاريخ. في مؤرخ آخر يسمى استرابون، هو من أشهر مؤلفاته كتاب اسمه الجغرافيا، الذي يتكون من 17 جزء، وتحدث عن مصر في الجزء رقم 17 من هذا الكتاب. لقد تقدم اليونانيون في العلوم، توصلوا إلى بعض العلوم الهامة في الطب مثل المخ، وقالوا إن المخ ده هو المتحكم في كل أعضاء الجسم وهو مركز الإحساس. تحدثوا عن القلب وقالوا إن هو ده بيضخ الدم للشرايين. من أشهر الأطباء اليونانيين هو الطبيب الإغريقي أبوقراط الذي لقب بأبو الطب. كان في تواصل ثقافي بين مصر وبين بلاد اليونان. كثير من علماء الإغريق قاموا بزيارة مصر، وقاموا بالالتقاء بالكهنة للاطلاع على مكتبات المعابد لينقلوا العلوم المصرية إلى بلاد اليونان. تقدم اليونانيون في الفن، كانوا بيبنوا
أفاريز للأبنية وتيجان للأعمال، وكانوا بيبنوا ملاعب ومسارح داخل البيوت بتاعتهم. كانوا بيهتموا بالعمارة، من أشهر المعابد اللي بنوها معبد البارثنون الذي أقامه الزعيم بيركليز على قمة جبل الأركبول لعبادة الإلهة أثينا، وهو على الطراز المعماري اليوناني. تقدموا في النحت، ويعد النحات فيدياس هو عميد النحاتين في اليونان، ومن أشهر أعماله تمثال زيوس. كان في تواصل بين مصر وبلاد اليونان في الفن. يرجع الفن الإغريقي إلى أصول شرقية، حيث انتقل الفن من حضارة الشرق إلى بلاد اليونان من خلال الأيونيين الذين استقروا في جزيرة بحر إيجا وساحل آسيا الصغرى. ظهر الفن اليوناني بالفن المصري في مجال العمارة زي قصر الملك مينوس ومعبد البارثنون لأثينا. اليونانيون هم أول من نظموا الألعاب الأولمبية في مدينة أولمبيا. كانوا بينظموا مباريات أولمبية واسعة النطاق تشترك فيها كل من المدن اليونانية، لذلك أطلق عليها الألعاب الأولمبية نسبة إلى جبل الأولمبي. وكانت أول دورة للألعاب الأولمبية سنة 776 قبل الميلاد، وقد اكتسب هذه الألعاب أهمية تاريخية مع مرور الوقت. استمرت الألعاب الأولمبية لمدة تزيد عن 1000 عام، حتى أوقفها أحد الأباطرة الرومان، ثم ظهرت مرة أخرى في نهاية القرن الـ19 لتشارك فيها كافة بلاد العالم. ده كان ملخص بسيط للدرس بتاعنا، إن شاء الله نستكمل المنهج في وقت آخر بإذن الله.